السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل البدء في هذه الحلقة نود التنويه هنا مشاهدينا الكرام إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 أفقي على مدار القمر نايل سات. نكرر التردد مرة أخرى، 10727 أفقي على مدار القمر نايل سات كما ظاهر أمامكم على الشاشة. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى هذا التردد لمتابعتنا في كل جديدنا. نبدأ مشاهدينا الكرام حلقتنا لهذا اليوم مع المقاطع المتداولة، حيث جرى اليوم في مدينة الموصل مراسم تشييع ودفن جثمان وزير الدفاع العراقي الراحل سلطان هاشم، حيث شارك الآلاف من أهالي الموصل وبقية المحافظات في هذه المراسم التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة. وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات من صلاة الجنازة على جثمان الفقيد في منطقة حي العربي بالموصل وتشييع مهيب، فلنتابع. عاش العراق ورحمة الله عليك يا أبا أحمد، يا 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 علم من أعلام الأمة العربية، يا قائد يا فارس، أنت ما متت، أنت شهيد حي، رحمك الله وأزكرك مزيح جناتك. الله أكبر. طبعا حدث تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، جئناكم بشيء بسيط طبعا من التعليقات التي وردت على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد بعض هذه التعليقات. أحمد الشمري يقول: زمن الاحتلال ومن والاه، المدافع عن أرضه في السجون، ومن جاء مع المحتل يحكم. في تعليق آخر ساهر المصلاوي يقول: رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، عاش بطلا مقداما ومات شهيدا محتسبا، اللهم أحرق إيران وذيولها. وفي تعليق آخر لدينا مها تقول: الله يرحمه وإن على فراقك يا بطل لمحزون. وضمن تعليقات كذلك بشار يقول: أسد من أسود الجيش العراقي البطل، كان رمزا وضابطا محنكا ووزير دفاع كفوء، سلطان هاشم الطائي الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان. كان هذا جزء بسيط جدا من تعليقات كثيرة وتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع. في خبر آخر، ما تزال أزمة شحة توفير الأكسجين مستمرة في محافظة ذي قار وبقية المحافظات العراقية، والعجز الحكومي يبين مدى الفساد المستشري بالنظام الصحي في العراق، حيث بينت مقاطع مصورة تداولها الناشطون يوم أمس وقوف المواطنين لساعات متأخرة من أجل الحصول على اسطوانة أكسجين في مستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية، فنشاهد.
أزمة. اليوم 20/7 20/7 ما توفر 20 بطل جايب شوف أبو خلية الأزمة ناظم الوائلي احنا ميتين ميتين لا حد يقول لا يكتلونك 20 بطل واليوم ثالث شهر بالأزمة ما قلت لك سوي لي الناصرية شرم الشيخ بياخذ الوزارة لكم الصحة واخذوا دائرة الصحة الذقار واخذوا مدير الصحة وطولنا ناسنا انت بس تبدل لي مدير ثاني يوم شغلت أزمة بويا شبيكم مش عندكم لازم يسترع اسمع 50 واحد بخلية الأزمة يورطون لا بس وقف الشرطة خطية يورطون يقولوا لا وقف هنا الشرطي حماية المستشفى وحماية المواطن مو مسوينا مع احترامات الحمال هذا نعم الله عليه لا تورطون الشعب ويا الشرطة خلية القزمة تعال وانت صير مسؤول مو تستلم 5 مناصب اليوم 20/7 وهاي الوضعية الكثيفة ما نريد بيوت ولا نريد شقق نريد هو أكسجين. طبعا أيضا كانت هناك الكثير من التعليقات حول هذا الموضوع دعونا نشاهد جزءا منها على فيسبوك تحديدا. في أول تعليق لدينا سيف يقول وصلت وياهم يبوقون قناني الأكسجين الله أكبر يا ربي. في تعليق آخر علاء الربيع يقول شيء عجيب حكومة ما تقدر تحل مشكلة الأكسجين. وفي تعليق آخر لدينا عباس الزامل يقول الله يساعد العالم ويكون بعونه إدارة فاشلة بمعنى الكلمة. في تعليق أخير حول هذا الموضوع أحمد يقول هو نفسه اللي يبوقهن يرجع يوزعهن. هذه نظرية طبعا متبعة في العراق نظرية سرقة أموال الدولة أو يعني البضائع القادمة أو المنتجات أو كل ما يخص تجهيزات طبية وغيرها وثم بعد ذلك تباع مرة أخرى إلى المواطن العراقي. في موضوع آخر في محافظة بابل خرجت حشود من المتظاهرين إلى مديرية تربية المحافظة في منطقة القاضية وسط مدينة الحلة للمطالبة بإقالة المسؤولين الفاسدين الذين تسببوا بهدر المال العام وبيع الدرجات الوظيفية وتقديم أسماء لأقاربهم وأتباعهم في الوقت الذي يقف في طوابير الانتظار عشرات الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل منذ سنوات. فنشاهد فلنشاهد التعليقات التي وردت حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. في أول تعليق العقابي يقول حيل بيهم هؤلاء الخونة والسراق والعملاء والفاسدين. وضمن التعليقات كذلك ميادة تقول الله لا يضيع ثروتكم وينصركم بإذن الله. وثورتكم عفوا. أياد السعد يقول رب يحفظكم وينصركم على الطغاة. وفي آخر التعليقات لدينا مشاهدينا الكرام حول هذا الموضوع الطائي يقول والله أنتم شرف وناموس العراق أنتم شجعان العالم بلا منازع. أرعبت أحزاب الفساد والاستبداد ولأنهم يتخبطون لا يعرفون ما يصنعون. إذن هذه التعليقات التي وردت حول هذا الموضوع. في موضوع آخر لدينا مقطع يبين لحظة محاولة موظف يعمل بعقد في وزارة الكهرباء في العراق
لإحراق نفسه بسبب ظروفه الاقتصادية الصعبة التي يواجهها بعد تأخر صرف راتبه منذ 6 أشهر. فنشاهد. عدد من العاملين في بلدية البصرة يتظاهرون بسبب عدم تسلمهم لرواتبهم لعدة أشهر ولتحويلهم إلى قواطع عمل جديدة. فنشاهد. هناك تعليقات وردت حول هذا الموضوع، دعونا نقرأ جزءا منها لحضراتكم. في أول تعليق لدينا حول هذا الموضوع، رافد يقول: عقود الكهرباء من الشهر الثالث ولحد الآن بدون راتب، 5 أشهر بدون راتب، حكومة الحرامية. في تعليق آخر أحمد يقول: الله ينتقم منكم مدير البلدية الفاسد، الله ينتقم منكم بجاه الحسين، يا حرامية وين تروحون من الله. وفي تعليق آخر هاني يقول: عراق العجائب، ناس نايمة وتأخذ راتب وناس متحملة مسؤولية وموفرة شيء أساسي بالحياة وما تنصرف لهم مستحقاتهم منذ 5 أشهر. وكذلك في تعليق آخر أبو حسين الزيدي يقول: لن نتراجع الحين التثبيت على الملاك الدائم بعد معاناة 14 سنة بلا تثبيت و5 أشهر بلا راتب. إذا المشاهدين، كانت هذه التعليقات التي أو جزء من التعليقات التي ورد حول هذا الموضوع. نراكم بعد قليل في فقرة أنت ترى. وردنا في فقرة أنت ترى، هذه الخدمة التي تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم، مقطع فيديو يظهر دعم المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد بوجبات غذائية. هذا الإسناد قامت به عشيرة البوشعبان في مشهد يعكس مدى التلاحم الاجتماعي بين العشائر العراقية الأصيلة وبين ثوار تشرين المرابطين في ساحات الاعتصام منذ 9 أشهر. فلنشاهد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لضبط شحنة مخدرات في علب الطرشي القادمة إلى العراق. الحقيقة
أن هذا المقطع تم تصويره في سوريا وليس في العراق الذي تتم فيه عملية تهريب المخدرات بحماية الأحزاب والميليشيات وتواطؤ الأجهزة الحكومية. وسواء كان في العراق أو في سوريا فإن المصدر واحد وهو إيران، كما تتحدث عن ذلك العديد من المصادر. فنشاهد المقطع المتداول على أنه في العراق. مشاهدينا في فقرة صندوق الوارد، طبعا قناة الرافدين لديها منصات على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الكتروني، بإمكان حضراتكم أن تراسلونا من خلال منصاتنا الإلكترونية لإرسال مناشداتكم، رسائلكم، التفاعل معنا، أيضا لعرض هذه المناشدات أو الرسائل الواردة على منصاتنا الإلكترونية في هذه الفقرة. طبعا الرسالة تقول كالتالي كما ستشاهدون أمام حضراتكم، هي مناشدة وردت حقيقة: نرجو من قناتكم إيصال صوتنا ومناشدتنا، نحن خريجي الإدارة والاقتصاد المعتصمون منذ مدة، نحن شريحة مظلومة وأقسامنا موجودة في جميع الوزارات، خرجنا أمام باب الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمطالبة بحقوقنا المسلوبة في التعيين، ولا أحد استجاب لنا، وقد اعتدي علينا من قبل القوات الحكومية لحماية المنطقة الخضراء، علما أن عددنا قليل وخرجنا للمطالبة بحقنا البسيط رغم الوباء والظروف الصعبة. جيوش مشاهدين الكرام من العاطلين عن العمل، من الخريجين الذين لا يجدون فرصة عمل في العراق، في بلد المليارات، في بلد وصلت في بعض الأحيان ميزانيات سنوية للعراق أكثر من 140 مليار دولار، لكن لا وظائف للخريجين، وهناك الكثير من العاطلين عن العمل بالعراق. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام بفقرة الهاشتاج. تصدر وسم أطلقوا سراح هيلا ميوس ترند العراق على تويتر بعد اختطاف الناشطة الألمانية هيلا ميوس مديرة نشاطات معهد جوتا الألماني من شارع أبو نواس في العاصمة بغداد على يد الميليشيات. وقد عبر المغردون عن مطالباتهم بإطلاق سراح الناشطة الألمانية واستنكارهم لهذه الحادثة التي تشوه اسم العراق بين دول العالم وتعكس مدى الفوضى والانفلات الأمني المستمر منذ العام 2003 وإلى اليوم. فنشاهد التغريدات التي وردت حول هذا الوسم على تويتر. عثمان المختار يقول: اختطاف ناشطة ألمانية من وسط بغداد بعد يومين من اجتماع وفد شركة سيمنز مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وبحث مشروع تأهيل محطات الطاقة التي لو تمت لاستغنى العراق عن كهرباء إيران، دولة الميليشيات. في تغريدة أخرى علي وليد يقول: اختطاف المواطنة الألمانية ما هو إلا رسالة لشركة سيمنز الألمانية مضمونها لا تدخلوا إلى العراق، فمصيركم مصير مواطنتكم، والمستفيد الأكبر الجار إيران ومن قام بفعل الاختطاف الميليشيات الولائية. في تغريدة أخرى لدينا حسين آل ثاني يقول: بعد الاستفسار اتضح أن السيدة هيلا كانت داعمة لثورة تشرين وكانت توثقها لحظة بلحظة، وهي إنسانة مسالمة جدا وتجالس العراقيين بكل أصنافهم. يبدو أن هذا الأمر أزعج الولائيين وأصحاب السلاح المنفلت. وفي آخر التغريدات لدينا مشاهدينا الكرام علي القيسي يقول: على دول العالم أن تعلم أن كل المنظمات الدولية والسفارات والقنصليات في العراق يعتبرون أو يعتبرون رهائن بيد ميليشيات الحرس الثوري الإيراني
الذي أسس دولته على اختطاف رهائن للمساومة وكسب التأييد والمال والحصول على تأشيرات السفر لأعضائها وحماية الأموال القذرة في تلك الدول. إذن كانت هذه جزءا من التغريدات التي جاءت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. فاصل ونعود. أهلا بكم في فقرة بعد الهاشتاج. انطلق مسبار الأمل، وهو أول مسبار عربي ينطلق إلى الفضاء بمجهود عربي إماراتي تحديدا. الهدف منه هو دراسة الغلاف الجوي للمريخ وأسباب تآكله. فنشاهد. ننتقل من الإمارات إلى قطر، فلنشاهد مع حضراتكم أكبر تجمع لسمك قرش الحوت قبالة السواحل القطرية. فلنشاهد. Biggest we recorded by a drone is 350 with one shot. But in our database, we have more than 600 as a record. It's a world record. The main thing in this area is the temperature. If you go 5 or 6 kilometers out of this area, the water temperature is about between 32 to 34, average 32 degrees centigrade. In this area here, about 27, 28, it's the best or the ideal temperature for fish to breed. So when they breed or spawn here, the shark comes for the protein, you know. They come specifically for the fish egg, you know, caviar, you know. وبهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا. قبل الختام نذكر أن قناة الرافدين لديها تردد جديد وهو 1.0727 أفقي على مدار القمر نايلسات. نكرر التردد مرة أخرى، 1.0727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضع
ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وبهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.